بس وقفت مع مشهد امبارح، هو مش موجود معانا في المواد اللي هنعرضها بس ممكن نجيبه كخبر. من يومين كان في طفل في سلفيت، سلفيت في الضفه الغربيه، طفل كان معاه بندقيه، بندقيه اطفال زي اللي احنا كلنا لعبنا بيها واحنا اطفال في العيد دي عارفينها، بندقيه ومسدس ومش عارف. فتم رصد البندقيه دي عشان تعرف بس حياه الفلسطيني عامله ازاي. بندقيه بلاستيك حركت الجيش الاسرائيلي في الضفه الغربيه تحديدا في مدينه سلفيت، نزلت القوات وراحت عند بيت الطفل ده، قوات كتير وحصروا البيت وطلعوا السلاح اللي عندكم. فالمشهد كان مضحك جدا، ان والد الطفل دخل جاب الطفل ومعاه البندقيه البلاستيك، وهم طبعا اول ما شافوه رجعوا كده وبتاع، وحد دخل باحتياطات امنيه ومقدم الرشاش وبتاع على الطفل لحد ما خد البندقيه واتاكد انها بلاستيك فسابوه ومشوا. انت متخيل احنا واصلين لفين؟ بندقية بلاستيك، خبر اهو شكرا. الاحتلال يدهم او يداهم منزل طفل بسلفيت، رصدوا ويحمل بندقية بلاستيكية. انت شايف حياة الفلسطيني لحد ايه؟ مرصود لدرجة ايه؟ طفل، انا شفت الطفل يعني صغير جدا، 3 سنين، قوة عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قيادات و قراءة بني حسان دي لينا فيها أهل، قراءة بني حسان في محافظة سلفيت في الضفة الغربية، رصدوا فيها طفل بيحمل بندقية. فراح الجيش الإسرائيلي ليه؟ عشان عيل عنده 3 سنين كان بيلعب قدام بيتهم وهو معاه بندقية بلاستيك، راح و اقتحموا قراءة بني حسان. خلونا نحيي أهلنا الموجودين في قراوة بني حسان وفي سلفيت وفي كل الضفة الغربية، ونقول للشعب الفلسطيني ربنا يكون في عونكم، ربنا يكون في عونكم. قوى الجيش وحدات الجيش قيادات وضباط بتتحرك علشان عيل، علشان طفل عنده 3 سنين بيلعب ببندقية بلاستيك. لك أن تتخيل بقى الفلسطيني عايش حياته إزاي. طيب هتجيب لي صورته؟ هات لي صورته، هات لي والله البطل، يا ريت تجيب لي اسمه كمان، يا ريت يعني عشان الناس تعرف احنا عايشين مع مين. الناس في فلسطين، ناس في الضفه الغربيه عايشين مع مين؟ يعني ابنك انت جايب له لعبه قاعد يلعب في الشارع قدام بيته بمسدس، كلنا لعبنا بالحاجات دي واحنا عيال صغيرين. فيجي لك جيش جرار ويقف ويحاصر، هاتوا الولد ورونا له، ايه يا عم خير فيه؟ قال لك اصل معاه بندقيه. بندقيه يا عم ايه ده؟ لعبه. انتوا بتتكلموا بجد؟ ده طفل اهو ده الطفل الجميل الوسيم دوت، وادي البندقيه. يعني 3 سنين، يعني مش هقدر اقول حتى عبد الله ابن اكبر منه. 3 سنين يا جماعه، ده كان جيش الاحتلال الاسرائيلي اللي رايح يعتقله ورايح باحتياطات امنيه في قراوه بني حسان في سلفيت في الضفه الغربيه. الكلام ده تقريبا من يومين. ربنا يكون في عون اهل فلسطين. تعالى وريني، انا هشوف معاكم الفيديو بس عشان تشوف قد ايه القوات رايحه. واهو ادي القوات اهي واقفين، واخد بالك؟ والله العظيم اهو ادي السلاح، وادي الولد اهو طلعوا معاه السلاح بقى الطفل، فاهم؟ وهو ماشي بيتاكد منه، مسك الضابط اهو، شفت؟ مسك الضابط، مسك البندقيه، اتاكد انها بلاستيك، اهو لسه في ايده البندقيه، لسه في ايد الضابط الاسرائيلي، بيتاكد انها بلاستيك، خلاص وداها للولد. خلاص يا جماعه اتاكدتوا انها بلاستيك، مش خايفين؟ ما تقتلوش، ما تخافوش، بيلعب. خلاص يا شباب، خلاص يا شباب. انت متخيل اللي احنا فيه؟ عموما لان دي قراوه بني حسان، قراوه بني حسان طلعت رموز قبل كده بيتغنى بيها الفلسطينيين، سلام المرعي ومحمد مرعي وناس كتير من القيادات في العمل الفلسطيني.